بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل وأزكى الصلاة والتسليم. في هذه اللحظات الحاسمة نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا وعودة مفقودينا إلى أهليهم سالمين غانمين. تتوجه الآن من عرير العزود معسكر القوات الخاصة وحدات من القوات الخاصة وحدات من المشاة البحرية والضفادع البشرية وسرية حماية بن وليد للحقول النفطية لأداء مهامها والذود عن ممتلكات الشعب الليبي والدفاع عن الوطن. نتمنى للجميع التوفيق، رد بالكم بعضكم، رد بالكم من وطنكم. الإنسان يجب أن يدافع على وطنه مهما كلف الثمن، ما تغرق الكلمات من يعرف من أتراك أنظر من نحن ساعة دقايق في الصحراء، نحن ندور فيها من زمان وقلنا لكم نحن هلا وساعة دقايق نحن وياهم في الرمل هذه، يعني انتوا ويانا ايش شرف نحن أقل شيء حاصلين شهادة. بارك الله فيكم ونتمنى التوفيق والنجاح في هذه المهمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلقوا. والله عاد برأسكم انتوا قاعدين في معسكر الصاعقة وعارفين الصاعقة ايش دارت.